بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمة اقرأ توارثت كتاب الله قولا وعملا، حتى غدا فيها مرتل الذكر شخصا مهيبا يكن له الاحترام والتقدير، ليأتي زمان الهجر ويصبح القرآن مركونا كحال بقية الكتب، ويتركه الكثيرون إلا من هداهم الله بذكره وآياته. الحاج علي أحمد قنبر، قارئ ومرتل لآيات الرحمن، عاصر أكثر من حقبة تاريخية ليصبح علما بارزا في تلاوة القرآن الكريم. والناشئ محمد حسن قنبر، شاب في مقتبل العمر عشق الرحمن، فوجد نفسه مرتلا على طريق الهداة الميامين. بين الناشئ والحاج تقف الكلمات ليبدأ حديث القلوب بينهما. تعلمنا القرآن بالطريقة التقليدية، مثل ما نقولها احنا في المعلم، على يد الحاج عبد الله في البداية، ثم انتقلت إلى التعلم على يد الحاج علي بن عبد الله بن إسماعيل أيضا بالطريقة التقليدية، اللي هو نطق الحروف بالهجاء، ثم الانتقال إلى قراءة الآية كاملة. بدأت تعلم القرآن الكريم على يد الأستاذ عيسى حبيب، منطقة سترة مركوبان. كان التعليم جيد، كانت طريقة التعليم قراءة صفحة واحدة يوميا، وعندما نقع في خطأ في اليوم التالي نبدأ منه. بعدها في فترة الإعدادي كانت المساجد في ذاك الوقت تعمل في القرية، فكان الأستاذ أحمد حسن عيسى، الشهيد أحمد حسن عيسى، كان له الفضل في دفعي للانتقال لمرحلة أخرى في تعليم القرآن وإدخال التجويد في تعليم القرآن، وكان له الفضل في أنه بدأ معي في علم التجويد، فشجعني كثيرا. بعدها انتقلت إلى مركز المفيد بمنطقة العكار، خضعت لاختبار تحديد المستوى، كانت بدايتي جيدة وصنفت في المستوى الرابع، كنت الأصغر بينهم. بعدها انتقلت للتعليم النظامي في مدرسة القفول، وقضيت ما يقارب 3 سنوات في المدرسة إلى أن أنهيت علم التجويد للرواية. كانت طريقة التعليم الأستاذ يشرح الدرس على السبورة، بعد ما يشرح الدرس يمسح اللي على السبورة، يسألنا أسئلة، بعدها نقرأ صفحة من القرآن الكريم. أنا أتعب كثيرا، أروح إلى الدرس 6 أيام أسبوعيا، وأحاول أتعلم كل ما هو جديد في هذا العلم. ليتني عشت في الماضي لكنت حافظ للقرآن الكريم الآن. يا ولدي، لكل عمل صعوبة، يعني أخاطب أولادي والناشئة الذين يريدون الدخول في هذا المجال بأنه لا يتصورون بأنه في السابق ليست هناك صعوبات. كان في صعوبات في تعلم القرآن، ولكن بالمثابرة نتجاوز تلك الصعوبات. لكنك الآن قارئ ممتاز، أما أنا فأواجه مشاكل كثيرة. أصبحت أقوم بذات الروتين يوميا، أذهب إلى المدرسة ثم أعود من المدرسة لأذهب إلى الدرس، ثم أعود من الدرس لأحل واجباتي المدرسية، بل أني صرت حتى ما أجد الوقت الكافي لمراجعة الدروس النظرية بسبب انشغالي بالدراسة الأكاديمية. في نقطة مهمة، أنه لابد أن نكون منظمين وننظم الوقت للدراسة وللحياة الاجتماعية ولتعلم القرآن، بل نضع القرآن في أولوياتنا إذا اعتبرناه كدستور أنزله الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن نتعلمه، فلا بد لنا أن نجعله من الأولويات، وبعده يأتي أو تأتي العلوم الأخرى. كلما كنت منظما في حياتي سوف أجد الوقت الكافي لتعلم القرآن وغيره من العلوم. أنت يحترمك الجميع، أما أنا فيسخرون مني، يقولون أنت مطوع، أنت مؤمن،
بس أنا لازم أفتخر بنفسي لأن أنا أقدم شيء لرب العالمين. ما حصل معك ليس بجديد في الانتقاد، فقد لاقينا أيضا نحن الانتقاد وفي أكثر من عمل، ولكن لنجعل من الانتقاد حافزا لنا للعمل والمثابرة أكثر، ولا نقف عند الانتقاد بل نتجاوزه أو نتجاوزه بالعمل والمثابرة. أنا أرغب أن أهلي وأصحابي يقرؤون القرآن مثلي، بس ما أقدر أجذبهم إلى القرآن، وإيش أسوي عشان أجذبهم إلى القرآن؟ أزرع في قلوبهم محبة القرآن بأن أكون القدوة الحسنة لهم في تعلم القرآن. أولاً أنا تعلمت القرآن وأجدت قراءته، فإذا نصحت وقدمت النصح للمجتمع وللأهل وللأصدقاء فسوف أكون القدوة الحسنة ليمتثلوا لي. أنت ابن هذا الزمن والتكنولوجيا في خدمتكم، أخبرني كيف يمكننا أن ننمي القراءة لدى الكبار؟ الآن زمن التطور والإنترنت، تقدر تسمع على أي قارئ تحبه وتتعلم منه الأحكام التجويدية، بل فيه قرآن ناطق يقرأ الآيات وانت تقرأ من بعده، وفي القرآن الملون يساعدك على معرفة الأحكام التجويدية في الآيات، بل حتى الهواتف الذكية يوجد فيها تطبيقات تساعدك على قراءة القرآن الكريم. بس أنت تحاول تستثمر هذه الأشياء عشان تتعلم القرآن الكريم. بالحديث عن كبار السن، أنا أسمع بعض القراء الكبار يخطئون في القرآن الكريم، هل أنا أقدر أصحح لهم؟ الخطأ وارد، وفي النهاية نحن بشر ونخطئ، ولكن يعتمد علي في أسلوب وطريقة التصحيح. إن كانت مهذبة مؤدبة سوف يتقبلها الآخرون ويأخذوا بها، وإن كانت غير ذلك فلن يأخذوا بها. إذن يعتمد علي أنا كشخص كيف أقدم النصح في هذا الجانب. ولكن في شيء مهم أنا أريد أن أشير له، إن كان الخطأ تجويدي ونحن في صدد الحديث عن علم التجويد فغير ملزم بأني أرد على الشخص القارئ، ولكن إن كان الخطأ في لفظ الكلمة أو الحركة هنا يجب علي أن أرد. أخطأت في قراءة القرآن الكريم في أحد المجالس، لكن الحمد لله ما تلقيت لوم كبير، لكن في قارئ أخطأ في كلمة فتلقى تعنيفاً شديداً من أحد الحضور، وإيش أقدر أسوي في هذا الموقف؟ كما قلنا سابقاً بأن الخطأ وارد، وأسلوب التعنيف في الرد على المخطئ غير لائق، فليس هناك أجمل وأفضل من الكلمة المؤدبة المهذبة في الرد التي يتقبلها الآخرون منا. فلربما عزف الكثير من القراءة أمام المجتمع بهذا الأسلوب العنيف في الرد عليه، عزفوا عن القراءة. فواصل قراءة القرآن وأتقن قراءته لتثبت للمنتقد بأنك جدير بالقراءة بقراءة القرآن في أحسن صورة. وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة في علم التجويد، لكن إلى متى سوف أستمر في هذا العلم وإلى أين سأصل؟ علوم القرآن لا تنتهي، فما دمت تستطيع التعلم فتعلم إلى آخر حياتك، فأنت وضعت الآن قدما على طريق الحق فواصل بها وتعلم أكثر ولو كان هناك آلاف القراء، لأن علوم القرآن سوف تنفعك أنت أولا قبل الآخرين وتنفع بها الآخرين والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن دستور حياة. أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم بتعلمه، والآن كل الوسائل متاحة أمامنا، فالمساجد والمعاهد وأماكن تحفيظ القرآن متوفرة، فلنبادر لتعلم القرآن وتحسين طريقة قراءته، ولنبادر بدفع أولادنا لتعلمه، ولنظهر للعالم بأننا من أتباع أهل البيت عليهم السلام. فالقرآن أحد الثقلين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بهم، كتاب الله وعترتي أهل البيت، وعلينا أن نتمسك به ونمضي وفي طريق الحق لنرضي الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم السلام.